قطايف المكسرات، 1 لتر ماء بحرارة الغرفة، زيت ربع كوب 50 جرام، وبنوضع معلقة صغيرة خميرة، بنوضع فانيلا هي اختياري، وسميد ناعم كوب 75 جرام، وحليب بودرة 1 كوب 100 جرام. نطحنهم جيد، وبنوضع 3 كوب من الدقيق بالتدريج، بنوضعهم من شان الخلاط، وهيك طحناهم جيد، بنتركهم يرتاحوا لمدة ساعة. زي هيك لازم تكون، شايفين كيف؟ بنوضع بعد ساعة معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهيك بنعملهم على مقلة غير لاصق يكون من التيفال يكون، ونحشيهم الحشوة اللي احنا بنحبها. انا حشيتهم مكسرات وزبيب وجوز الهند وقرفة، بنقليهم قلي او بنشويهم شوي. العسل بنعمله 2 كوب سكر على كوب ماء مع قطعة من الليمون 10 دقائق. مع السلامة.